كم قط فلوتانت فيه وكم فص قط فيه؟ ما سمعت. فاب. كم فاب فص قط فيه؟ الصوت مش عم يتردد، مش عم بسمع. كم شو؟ بير دو فص قط فيه. فوسكوت. في عندك فري سبعة، أول سبعة فوس اوكي. ثلاثة يعني 8 9 10، فلوتونت 2 يعني 11 12. يعني الفلوتانت ne sont pas inclus مع الفاسكوت. لا اوكي ميرسي. فلوتونت يعني مش معلقين بالستيرنوم، بمعنى فلوتونت يعني سابحين. بس لانه بالكتاب حاطين 5 بير سون ابلي فاسكوت لا لهيك لا لا، ضغط. ما تعتمد على انت هذه. كنت عم فورس تحكي الاخبار. 3 يعني 8 9 10 وي اي خلص مش 11 12 اي فلوتونت، هيك بتعتمدون. 1 ل 7، هيك عم 8 نحكي. ل 10، 11 ل 12. وي دكتور ميرسي. اوكي. وي صار الوقت. دكتور، عندي سؤال. تفضل. شو الفرق بين النيرف سينوزال والانتري دو سينوس كورونير؟ لأن على الصورة بيبينوا نفس المحل هن. شو الفرق بين النيرف سينوزال والانتري دو سينوس كورونير بيبينوا بنفس المحل هن على الصورة، بس شي بيطالع منه مثل فيسو شي لا. اي صورة اللي عم تحكي عنها؟ بالكتاب ايه اللي تبع السيستم دو كوندكسيون دو كور، النيرف ايه سينوزال طالع منها فيسو. ايه بالصورة اللي أهم وحدة، أكبر وحدة، الأنتري دو سينوس كورونير هي اللي بتجيب الدم، بس إن بيبينوا نفس المحل تقريبا. والله بدي ارجع اشوفها لحتى ارجع اشرح لك اياها. هلا بس خلص بشوفها، خلينا نبلش هلا. يلا دقيقة ونبلش. لكن برجع اشوف لك اياها. صار الوقت. بوم. بالنسبة للأسئلة، إذا عندكم أسئلة بالآخر نفتح ونجاوبكم، أو إنه على الواتساب برجع بجاوبكم. خلينا نبلش هلا. بون. سيستم نيرفي. هلا قبل ما بلش أتمنى عليكم إنه نتابع، ومثل ما انا عم بشرح لكم يعني الفوريتينير ليمو اللي حاططها تقريبا بالاحمر، ما بعرف اذا بتوصلكم، اذا ما بتوصلكم برجع بعدكم المحاضره انا. بس بشكل عام ننقي الموكلي كيف بدنا ندرس، مش بمعنى لا نحفظ ببغة ولا شيء، بهمني انا نفهمهم، لانه الاسئله قلنا لكم كيف تجي بطريقتين، لا بون ريبونس، والطريقة الثانية انوتي او بيان تيتري اي انوتي ليشي ما. هلا المعلومات الكتيرة هيدي اللي هون انا عم بختصر وقول الكلمات الرئيسية، يعني مش كل شيء موجود، مثل ما بيقولوا الفرنسيين كلك فوا اليا دي باراتان، باراتان يعني لا تحكي. هلا طبعا لا تلحكي امرار بيفيد ليفهم للي مش فهمان، ولكن اخر شيء بدنا من هالجملة أو من هالجملتين كلمة أو كلمتين. فإذا ننتبه كيف نحكي. فإذا هلأ الانترودكسيون جنرال دي سيستم نيرفي. شو دور السيستم نيرفي؟ إنه permet de percevoir différents odeurs. عظيم. sensation, la vue, les mémoires, régule le fonctionnement des organes internes, etc. فإذا كل هالسيستم نيرفي شو دوره؟ دوره اول شيء ميموار التفكير، دوره انه البيرسبسيون دي مثلا الاورجان دي سونس، مثلا ليش كيف بسمع كيف بشوف كيف بشم،
كيف تزوى اكسترا، كل هذا سيستم نيرفي سا فا جوي ان رول اسونسييل بور ترادوير بار اكزومبل سي جونر دو سي جونر بار اكزومبل دي ميساج. هلا كيس كون ا كوم فونكسيون دو سيستم نيرفي؟ طبعا انتم بتعرفوا انه كوم ميساج اون ا دابور لا فونكسيون سنسوريال. شو يعني فونكسيون سنسوريال؟ سنسوريال يعني الشغلات اللي عم نحس فيها. مثلا اليا دون لا فونكسيون سنسوريال في عندنا شغلتين، في عندنا ريسبتور سنسوريال، مثلا اذا واحد دقر الثاني او كبس له على اجره بحس ببريسيون، هيدي اسمها ريسبتور سنسوريال. هي هذه ريسبتور سبيسياليزي اللي هي ديتكت دي ستيمولي انترن، يعني بينقل هالاحساس اللي هو انا كبست باصبعي على فخده. شو صار هون؟ صار في عنا امبريسيون هلا بتنقل للدماغ ابارتير دو نيرون سنسيتيف كي ترانسميت لانفورماسيون سنسوريال الانسيفال او بيان على موال ابينير اللي هن سي سون لي سيستيم نيرفي سنترال. يعني بس احكي بهذا الموضوع انه اول شيء في عندي ريسبتور تنقل ستيميليس يعني الوخزه. اذا انا دقيت حالي بدبوس ابره، طيب انا بدي احس انه هذا وجع. هلا مين بده ينقلهم هودي؟ او لا ريسبتور سنسوريال اخذت هالستيميلي، الستيميلي انترن اللي صارت عندي نقلتها النيرون سنسيتيف كي ترانسميت لانفورماسيون سنسوريال الانسيفال. طيب مين اللي قال لي انه انا انوجعت؟ سي لانسيفال كي فا تريتي اي ترادوير سي جونر دي انفورماسيون. فاذا اول وحده لا فونكسيون سنسوريال، اون دي ريسبتور سنسوريال اي دي نيرون سنسيتيف. سنسيتيف شو يعني؟ شو سنسيتيف؟ سنسيتيف اللي وصلت، يعني اول شيء عندنا الستيمولي صارت بمنطقه او نيفو دي لابو، نقلتها على الدماغ، ولكن نقلتها بواسط مين؟ لي نيرون سنسيتيف كي فون ترانسميت. هلا او نيفو بدي ابوت تاني، Au niveau de l'encéphale, on a la fonction interactive, intégrative. Je dis intégrative, ça vient du mot intégré. C'est-à-dire le système nerveux central, bimana dmer, ou le moelle épinière, ou le système nerveux central, intègre et ou traite l'information. Yani bimana, il faut que tu aies le mal au traitement, le signal, le rachat, la faux, بعد منا بده يعمل لها تراديكسيون. هلا شو في بالفونكسيون انتغراتيف؟ في عنا اناليز دي انفورماسيون اي ماجازين ان بارتي بوي ديتيرمين لي ريبونس اي ابورتي اس كون ابل انتغراسيون. يعني لا بلي بار دي نيرون كي كونتريبي لا فونكسيون انتراكتيف هلا هن سي سون دي زانتر نيرون. فاذا هلا هون سيستيم نيرفي سنترال انا اللي بدي افهم منه شغلتين اللي ملونهم انا احمر وازرق. طيب هون عم اقول انتجر تريت لانفورماسيون، خلص يعني هو اللي عمل اناليز ديز انفورماسيون. شو في بالدماغ عاده؟ في عنا هالدماغ موجود بهالخلايا اللي هي سبيسياليزي لتعمل ستوكاج لأون ميموار. يعني هلا انا واحد اجى قرصني الصبح، بعد 10 ايام ذكرت انه فلان اجى قرصني، طيب مين عمل التريتمون اي انتغراسيون دي زانفورماسيون و ماجازيناج يعني تخزين هالمعلومات؟ فاذا تخزين المعلومات صارت او نيفو دي سيستم نيرفي سنترال. فاذا خلص هذا لحد هون. هلا لا فونكسيون موتريس، طيب واحد قرصني، طيب راحت على الدماغ حسيت بقرصه، شو بيصير عنا؟ هنا une autre fonction يعني une réponse. الدماغ هون فسر بعد منها بصير عنا إليا هالانفورماسيون سنسوريال اللي راحت على الدماغ، بده يصير في عنا réponse en activant les effecteurs c'est-à-dire le muscle ou bien les glandes par l'intermédiaire des nerfs crâniens ou bien spinaux. في عنا 12 paires de nerfs crâniens، 12 زوج بالجمجمه اغلبهم بالاحساس، والنيرس بينو كمان بالاحساس اللي بالمنطقه كلها تبع الجسم. هودي النيركرانياوس بينو اللي هن مانون سيستم نيرفي سنترال، هودي الافكتور يعني بياخذوا بيوصلوا على دماغه بيرجعوا بيرجعوا.
بمعنى la fonction motrice après le traitement des informations sensorielles active les effecteurs. Active les effecteurs par quoi؟ بيرجع في عندنا نيرون موتور بتيجي من الدماغ بتوصل للميوسكل بتعمل لها اكتيفاسيون. يعني وقت اللي واحد اخذ وخزي حسيت، فاذا الميوسكل اللي عطت بعدين اترافير الميوسكل حسينا انه صار في عندنا مشكل او نيفو دي ميوسكل، يعني الاكتيفاسيون دو ميوسكل او بيان لا جلاند. يعني وقت اللي بيصير في عندنا بدنا شغله معينه بور سيكريتي كلكي شوز، وطبعا هذه صارت فونكسيون ثاني بتفرق شوي عن الميوسكل، ولكن بيصير في عندنا ارسال المعلومه على الدماغ اكتيفاسيون للنير موتور افان دي سيكريتي بار لي جلوند اللي بتفرز لنا الهرمون وشغلات من هالنوع. اتركوها هي على جنب، خلينا بالميوسكل اهون اكزامبل عليكم. فاذا ان فوا كو لي سيستيم نيرفي انتغري لانفورماسيون il peut répondre par le neurone moteur en activant les effecteurs muscles ou bien glandes ou bien autres organes. فإذا هيدي الفونكسيون دي سيستم نيرفي. برجع بعيد وبلخص، فإذا في عندنا لا سونساسيون اللي هي بتصير اترافير لي ريسبتور سنسوريال لا فا ترانسميتر او نيفو دي سيستم نيرفي سنترال. بس قول سيستم نيرفي سنترال يعني الانسيفال اي لا موال ايبينيال. بعد منها بده يصير في عنا انتغراسيون تبع سنساسيون المعلومه اللي راح بدها تنعمل تريتمون اي انتغراسيون تريتمون. بعد منها بدها ترسلها على العضو اللي هو تلقى القرصة. فاذا في عنا مثل سيركل راحت فسرت دماغ عملت تريتمون عمل امكازيناج تخزين المعلومات. وين بيصير تخزين المعلومات؟ au niveau de la couche externe de l'encéphale. يعني المنطقة الأخيرة العالية اللي بتجي بالأنسيفال. هيدي بتضل لسنوات، ومثل ما بتعرفوا إلا إذا واحد خرف أمرار واحد بيتذكر من هو صغير شو صار معه. طيب هذه المعلومات وين مخزنة؟ au niveau de croûte اللي هي la partie supérieure de l'encéphale. نحكي عنها بعدين. فإذا بعد ما راحت على الدماغ بعد منها أعطاها الإفي موتريس، شو يعني الإفي موتريس؟ en activant les effecteurs de muscle grâce à quoi؟ à des nerfs moteurs qui transmettent هالمساج اللي فسرها الدماغ. هلا ننتقل لتقسيم السيستم نيرفي سنترال. السيستم نيرفي سنترال se compose de l'encéphale et de la moelle épinière. اثنين بس. انسيفال الدماغ و لا موال ايبينيير. L'encéphale est la partie du système nerveux qui est logée dans le crâne. Mais je dis faux. En ce qui la moelle épinière, il est encerclé par les os de la colonne vertébrale. Par les os de la colonne vertébrale, يعني les vertèbres بتحيط الموال épinière وبتحكي. والفاصل بين الدماغ والموال épinière, c'est qu'on appelle le foramen magnum du crâne. شو يعني فورامين ماجنوم دي كران؟ هو الترو اللي بيطلع منه الموال ايبينيال اللي بيطلع من الجمجمه وبعدين بيسقط بيعمل موال ايبينيال اسمه فورامين. فورامين يعني ثقب. ماجنوم اللي هو الثقب الكبير تبع الكران مثلا بيطلع من الترو اوكسبيتال، هيدي اسمها فورامين ماجنوم، هاي بنحفظها. ليستيم نيرفي فاذا تريت اي ريلي تو سكي مساج مساج افيرون داخلي اللي هي دخلت بونسي سوفينير ايموسيون كونتراكسيون مسكيلير سيكريسيون دي جلاند اكسترا، وبعد منا الدماغ بده يعطيها التفسير لنحن نتلقى هالتفسير تبع هالسنساسيون. هلا ليستيم نيرفي بيريفيريك سا بدير كوا؟ كيسكونا بار ديفينيسيون ليستيم نيرفي بيريفيريك. انتبهوا بس قلت سنترال اخذت كلمتين L'encéphale et la moelle épinière. Basalt, système nerveux périphérique. Tout ce qui est hors du système nerveux central, on l'appelle système nerveux périphérique. شو يعني؟ قبل ما بلش بالتفصيل. بس قول système nerveux périphérique. أنا قلت في عنا 12 بير زوجين، يعني 12 زوج دينير كرانيا.
et 30 ampères qui sort de la moelle épinière. How do you call system nerveux périphérique? 12 زوج اللي بيطلعوا من الثنين اذنبهم شو بيختصوا؟ بيحل الحواس الخمسه تبعنا الذوق الشم لافو يعني النظر السمع فاذا الشم هودي بيختصوا بهالبرسبسيون او بهالحواس هيدي وبتعطي التفسير اضافه لبعض الحواس الاخرى اللي بتجي بالنير كرانيا او نيفو دي لا بارتي سوبيريور دي كور. هلا 30 امبير دي نير سبينو 30 امبير 31 زوج. هلا منفصل شو بيعملوا. هاودي ممتدين منين؟ ممتدين من اول النير من اول البارتي سيرفيكال تبع الموال الابينيير. نحن قلنا بين كل دو فيرتيبر بيخرج وحده على اليمين وواحدة على الشمال. فإذا 30 أمبير بيعملوا إنيرفاسيون وبرسبسيون وبعد منها بدو يعملوا الإفي موتور تبعهم. طيب هودي وين بيتفرقوا؟ بيتفرقوا من الرقبة لكعب الجرين. يعني بمعنى 30 أمبير دينير سبينو هودي اختصاصهم تحت وين؟ من كعب الرقبة يعني من الفورامين ماجنوم ونزول. وبينما نير كرانيان تعمل انرفاسيون او بيرسيبسيون دي سونساسيون او الافي موتور والبدكونيه. فاذا اغلبها بالحواس الاساسيه اضافه لبعض الشغلات الثانيه بالنسبه للنير كرانيا. طبعا في عندنا الخمس حواس وفي غيرهم بعض الشغلات الثانيه اللي بتشارك فيها. هلا بعدين مش ضروري نحفظهم هيدي وين وهيدي وين وشو اسمهم هدوس بير دي نير كرانيا وشو اسمهم هودي. لا ما بنحفظهم هودي. هلا لاحظوا هون لينير كرانيا لدونسيفال. هاي الصورة طبعا مش ضرورية بس انه لتشوفوا شو فيها. يعني لينير سبينو مثل ما شايفين اي شو النير سبينو. نير سبينو اللي قلنا 30 امبير بيطلع جزء منهم بيعمل على الرقبة جزء بيروح على الاطراف اللي هو بيروح بين السيرفيكال سي 5 اس 7 هاو بيعمل انرفاسيون للمنطقه من الاطراف العليا. وبعد منا في عندنا دينار بيعملوا انرفاسيون بور توت لي ديفيرونت بارتي دي كور. وبعد منا بيطلع البلكسيس اللي بتجي تحت اللي هي اخر العمود الفقري وبتعمل انرفاسيون بور لي مومبر انفيريور. فاذا هذا هو 30 امبير. مثل ما ملاحظين في عندنا انسور دي بلكسيس يعني عقد موجوده هون وحده هون وحده موجوده مثلا بالاطراف. فاذا هودي اثنين هاي بتفرق لهون وهيدي بتفرق على المومبر انفيريور والباقي بيجوا دنا بيعملوا انرفاسيون بور توت لي بارتي دي كور. هلا السيستم نيرفي بيريفيريك بدنا نفصله شوي. شو يعني بيريفيريك؟ تو سكي اور دي سيستم نيرفي سنترال منسميه بيريفيريك. في عنا ثلاث اقسام. اول شيء السيستم نيرفي سوماتيك. هلا بنقول شو يعني سوماتيك؟ السيستم نيرفي اوتونوم اي السيستم نيرفي انتريك. هاو بدنا ننتبه شو كيف مقسم السيستم نيرفي او سيستم نيرفي كيور السيستم نيرفي سنترال يعني خارج الانسيفال وخارج الموال الابينيير. في عندنا سيستم نيرفي بيريفيريك. نيرفي بيريفيريك اول شيء سوماتيك. سوماتيك طيب لا افسرها بكلمه كلمه بعدين افسرها اكثر. سوماتيك فاذا بدي احكي بكل شيء انرفاسيون دي ميسكل او غيره. اوتونوم طيب هلا انا عم بحكي طيب الفونكسيون دي كور عم يضرب القلب عم يعمل باتمون. انا عم بعطي امر للقلب ليعمل باتمون 60 ضربه بالدقيقه سي كون ابل اوتونوم. طيب الفونكسيون دي لستوما اوتونوم. الفونكسيون دي غلاند اوتونوم. هلا السيستم نيرفي انتريك سا في دير كوا؟ سا في دير تو سكي فونكسيون انرفاسيون دي انتستان افان دي فير سي فونكسيون او بيان دي رومبلير سي فونكسيون. فاذا العيد
بالسيستم نيرفي بيريفيري في عندنا تو سكي سوماتيك افيك اوردر يعني فولونتير، تو سكي سيستم نيرفي اوتونوم انفولونتير، انتريك سي كون ابل اللي بيشبه الاوتونوم ولكن هون فونكسيون تو سكي انتستان اي تو سكي فيسير دون لي تيب ديجستيف. هلا لنبلش بالاول سيستم نيرفي سوماتيك. سي كومبوز دو تيب دي نيرون اللي هي انتبهوا شوي شو يعني سوماتيك. اول شيء في عندنا نيرون سنسيتيف كي ترانسميت او سيستم نيرفي سنترال لانفورماسيون دي ريسبتور سنسوريال، بعد منها سوماتيك. فاذا هن عباره عن نير، اول شيء ريسبتور سنسوريال بدهم يروحوا مثل ما قلنا قبل شوي بدهم يروحوا عبر دي نيرون سنسوريال، وبعد منها النيرون موتور بده يرد كي الشمين لي بوتنسيال داكسيون، وهون فير لي ميسكل سكيليتيك. شو يعني سكيليتيك؟ هي الميسكل العضلات اللي نحن بنشتغل فيها. فاذا هون هيدي الحركه اسمها فولونتير توسكي نير سوماتيك. فاذا سبا ترانسميتر لي سنساسيون هون ريسبتور سنسوريال سوماتيك بينقلوا ستيمولي مثل ما قلنا قبل شوي عبر نيرون سنسيتيف، بعد منها بدها تروح على الدماغ تعمل تريتمون، بعد منها بده يصير في عنا يعني هلا انا بدي احرك اجري، انا اللي اعطيت امر لتحريك الاجر. فاذا هيدي اسمها فولونتير، هالحركه هيدي فولونتير، انا اللي اعطيت الامر لحرك ايدي او اجري. فاذا هون في عنا نيرون سنسيتيف كي ترانسميت، في عنا تريتمون دي انفورماسيون، بعد ما عملنا في عنا توسكي فولونتير، انا اعطيت الامر وانا بعدين تلقيت الاكسيون او البوتنسيال داكسيون اللي بده يحصل. بس هالقد بدي افهم منهم هودي كلمتين اوتونوم 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 نفس الشيء. في عنده دي نيرون سنسيتيف اي دي نيرون موتور، كل سيستم عنده نفس الشيء. لا افهم منهم هودي شو يعني اوتونوم سانز اوردر، يعني سيستم نيرفي سنترال مش هو عم يعطي الاوردر اعمل هيك او سوي هيك. كي ترانسميت او سيستم نيرفي لانفورماسيون بروفينون دي ريسبتور سنسوريال اوتونوم. شو يعني اوتونوم؟ ما بتخضع للاوردر دي سيستم نيرفي سنترال. بار اكزومبل لي فيسو سانغان، لي فيسير، ليستوما، لي بومون، طيب لو كور، طيب هودي عم يتحركوا عم يعملوا الفونكسيون تبعهم بدون اي اوردر. طيب هلا انا عم بعطي اوردر ل بور ليستوما افان كي ليستوما فونكسيون او سيكريتي دي لاسيد كلوريديك؟ جامي. لي بومون انا عم حرك البومون لاعمل انسبيراسيون اكسبيراسيون؟ جامي. لي فيسير الفوا مثلا الكبد الكلوي انا عم بعطيها امر؟ جامي. لي فيسو سانغان اللي عم ينقلوا الدم انا عم بعطي؟ جامي. فاذا النيرون سنسيتيف هون عم ينقلوا هذا الاحساس، الدماغ عم يعمل كنترول للسكريسيون دي لاسيد كلوريدريك او بيان لا فونكسيون دي بومون او بيان لا فونكسيون دي فيسير اي كلكو شوز. دي نيرون موتور كي الشمين لي بوتنسيال داكسيون، منين طلع هال بوتنسيال داكسيون عفوا، منين طلعت هال ريسبسيون؟ الاستوما عم تفرز كاردينوجين. طيب بس فرزت طلع مساج على الدماغ اترافير كوا؟ اترافير لنير لنير سنسوريال. طيب وصل على الدماغ عطى اوردر انه وقفي يا معدي ايها ايتها المعدي وقفي سيكريسيون، لانه صار في عندنا سيكريسيون سيفيزونت بور لا فونكسيون ديجستيف دي الاستوما. فاذا اللي بيعطي الامر لا يعمل ريغلاج مين؟ الدماغ. ولكن اون ا با دي اوردر كون دون هون بصير فونكسيون بين يعني مثل سيستم اوتوماتيك سياره صار في عندنا عم تروح على سنتر، ولكن سنتر عم يعمل ريجلاج فقط مش هو اللي عم يعطي الاوردر. دي نيرون موتور مش نحن اللي عم نعطي الاوردر لحتى الدماغ يعمل هيك.
لانه لما انا عم بقوم بحركه، انا عم بعطي الامر لقوم بالحركه، مش الدماغ عم بيقول لي قوم بالحركه. بس السيستيم نيرفي سنترال هو السنتر اللي بيعمل ريجلاج بور توسكي اكسيون. نيرون موتور اشمي لي بوتونسيال داكسيون من السيستيم نيرفي جوسكو مثلا توسكي مسكليس مثلا مسكل دي الاستوما هن مسكليس كاردياك مسكليس ليجلاند اكسترا. طيب هو عم بيعطي اوردر حتى هالجلاند تفرز، حتى هالقلب يعمل باتمون، حتى المسكليس تعمل الاكسيون تبعها. فاذا هيدي هالحركه اسمها انفولونتير. فاذا في عندنا نيرون سنسيتيف، بمعنى بتنتقل من العضو اللي عم بيعمل فونكسيون انفولونتير لدماغ بيعمل انسور دي ريجلاج. يعني افترضوا واحد قلبه عم يضرب 60 ضربة، طيب معناتها انه لازم يضرب نوصل لل 120 مثلا، حد منا بيرجع بينزل دغري، والا اذا كان بيعمل ريجلاج هو هلا اوتونوم. هو مقسم لبارتي سمباتيك وبارتي باراسمباتيك. هلا شو يعني مقسم لبارتي سمباتيك وباراسمباتيك؟ اللي هن طبعا هودي كنا نعطيهم بالاول قبل ما صغرنا الكور ونعطي شو هو السمباتيك والباراسمباتيك. هلا مطلوب منا بس هذا الكلمتين. بالاول كنا نحكي السمباتيك والباراسمباتيك ريجلاج مثلا تبع الباتمون دو كور، كيف بيروح وكيف بيجي لحتى نعمل ريجلاج وغيره وغيره. صار في انفورماسيون نقصناها لانه الكور ما بيتحمل انه نعطي شرح اكثر من هيك. فاذا كلمه بنحفظ كلمتين بالنسبه للنيرون للسيستم نيرفي اوتونوم. في عندنا هو انفولونتير، طبعا في له نيرون سنسيتيف ونيرون موتور. لدور الدماغ بيعمل ريجلاج اتوسا اترافير لا بارتي سمباتيك اي لا بارتي باراسمباتيك. يعني وقت اللي بيصير سيكريسيون دي جلاند، عم تفرز الغده عم تفرز او المعده عم تفرز هرمون او اسيد او البتكونيه. طيب بيصير في عندنا سيكريسيون، نوصل لوقت انه بتوقف هالسيكريسيون، مين بيعمل لها ريجلاج؟ فاذا في السمباتيك والباراسمباتيك بيشتغلوا بعكس بعضهم ليعملوا ريجلاج بور توسكي فونكسيون اوتونوم. بس هلا بدي احفظ. هلا مثل ما شايفين التقسيم هالشيما جنرال، ريسبتور سنسوريال سوماتيك، ريسبتور سنسوريال اوتونوم، ريسبتور سنسوريال انتريك انتريك يعني بور توسكي تيوب ديجستيف ابلكسيس انتريك، يعني اودي بيعمل له ريجلاج طبعا سيستم نيرفي سنترال. النيرون موتور سوماتيك بتروح على الميسكو سكيليتيك، هذا ريزومي اللي عم نحكيه. النيرون موتور اوتونوم بتروح فير لي ميسكو ليس لي ميسكو كاردياك لي جلاند اكسترا. بعدين توسكي بلوكسيس هون ريسبتور سنسوريال انتريك بتروح اترافير لي نير موتور انتريك انفولونتير دي بلكسيس انتريك كمان، او بيلتقوا ببعضهم الاوتونوم مع الانتريك وبتعمل انيرفاسيون بور توسكي انتستان جرون انتستان الانتستان جرال جرون انتستان اللي هي ومع الجلوند مع المسكوليس اكسترا. فاذا هذه الفونكسيون اوريك جنرال مثل ما شايفين اللي بينسق المحور الاساسي لموتور اللي هو سيستم نيرفي سنترال. في عندنا هالتروا فونكسيون هاودي، فونكسيون ان اللي هي بتعمل انيرفاسيون بور توسكي مسكو سكيلاتيك اللي هي بنحكي على السوماتيك، الاوتونوم اللي هي بتشتغل بور توسكي مسكو ليس اي مسكو كاردياك اي جلاند، والريسبتور سنسوريال انتريك تلت وحده انتريك اللي هن عباره عن كل شيء بيتدخل بعمل التيب ديجستيف او الانتستان اي لانتستان غران. هاو اللي بيعملوا انيرفاسيون هون سنترال تبعهم هو سيستم نيرفي وبينسق هاي الحركات. مثل ما ملاحظين انه سيستم نيرفي هون اوتونوم وهون الانتريك بينس مع بعضهم، يعني الفونكسيون قريبه لبعضها واثنينهم فاذا انفولونتير، مش نحن اللي بنعطي الامر بهالتنسيق ولكن فصلوهم عن بعض لانه هيدي بتشتغل باكس
معين فير لي ميسكل فير لي جلوند، هاي بتشتغل فير لا فونكسيون، مثلا كيف تتحرك الامعاء لتنقل بور ترونسبورتي لي زاليمون من التم للمعده لنوصل اخر شيء فير لي جرون انتستان. فاذا هالحركه تبع الامعاء مين بيامر فيها؟ فاذا هن الريسبتور سنسوريال اونتري. هلا بدنا نشوف شغله شيء كون ابل مينانج. هلا انتبهوا لهي الصوره باكد على اهميتها. هلا قبل ما ابلش بتمنى تسمعوني مضبوط. كيسك سافدير لي مو مينانج؟ بيقولوا واحد صار معه سحايا مينانجيتا، ضربته فيروس اسمه مينانجوكوك، عفوا بكتيري اسمه مينانجوكوك. هالبكتيري اللي ضربته عملت له فتك بالسحايا. السحايا اوبيان لمينانج شو هن؟ هن سي لا كوش اكسترن كي بروتيج، كي بروتيج بار اكزومبل لي سيستيم نيرفي سنترال اللي هو الانسيفال مع توسكي موال ايبينيير. هلا هاي الشيما هي لي ميناج وين اوتور دي لاموال ايبينيير، يعني هيدي بالعمود الفقري، وعندنا نفسها موجوده بالدماغ هي ذاتها. سي كوا لي رول دي ميناج؟ اول شيء بروتكسيون دي سيستيم نيرفي سنترال. اثنين لي رول دي ميناج، لشو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا هذه هالسحايا اللي عم تحفظ الجهاز العصبي من الخارج؟ اثنين اون دون لي ميناج ان ليكيد كي سابيل ليكيد سيريبروسبينال كي سيركيل اترافير لي كوش. هلا بنقول وين موجودين؟ اترافير لي كوش دي ميناج في عندنا ثلاث طبقات اسمهم ميناج. بين ثلاث طبقات في عندنا ليكيد سيريبروسبينال اللي هي بتدور بين الموال ايبينيير بين الدماغ اي الانتيريير اي الانتيريير دي سيرفو. هلا هاي الميناج عفوا الليكيد سيريبروسبينال اللي هو بيعمل سيركيلاسيون مثل الدوره الدمويه، هو اللي بيحمل كل شيء غذاء للسيستم نيرفي سنترال، بيحمل له الاكسجين، بيحمل له السكر، وبيدور بخارج الاموال ايبينيير اوتور دي لاموال ايبينيير و اوتور دي سيرفو اللي هو الانسيفال الاساسي الفوق، و الانتيريير دي سيرفو في عندنا مجمعات اسمها فونتركيل، هي كاتر فونتركيل دو او ميليو دي سيرفو. هلا هاودي شو بيصير عندنا؟ هل ليكيد سيريبروسبينال بيدور بالميناج، بيدور بالكوش اكسترن دي سيرفو، بيرجع بينزل بقلب الدماغ عبر الفونتركيل، في اربع فونتركيل، هول الأربعة هن عبارة عن خزانات بالكيد سيريبروسبينال، بيرجعوا بيجوا بقلب العمود الفقري ابارتير دي كانال دي ليبونديم، وبيرجعوا بيجوا اترافير لي كوش اكسترن. اذا هاي السيركيلاسيون سافا بيرميتر او سيستيم نيرفي سنترال. اول شيء بروتكسيون ميكانيك، يعني بمعنى في عندي كوش عم تحمي ال توسكي نيرون، لا سيركيلاسيون دو ليكيد سيريبروسبينال دي ليكستيريور في الانتيريور. شو بتعمل؟ مثلا واحد وقف تلقى ضربة شمس، ضربة الشمس هيدي شوي حس بالوجع. هلا نعم بقطش، عندك بقطش كتير دكتور؟ تقطيش؟ ايه نسمع كلمة وعشرة لا. طيب اوكي رح اغير ال ارسال، يلا نص دقيقة. كنت عم تحكي عن الفيلد هذا ال اسمع مضبوط، صار يقطش كثير. بتصور هلا قريب للواي فاي، بتصور لازم هلا تنحل القصة. هلا قولوا لي اذا بعد عم بيقطش قولوا لي. لا لا يلا كف مش الحال.
طيب عم نتابع مزبوط يا صبايا وشباب على اللي عم قوله لأنه هذا الدرس كتير دقيق. ترجع بعيد بس طيب عم تحكي من الشهر. وين صرنا؟ بون لي ميناج مش الحال؟ ايه طيب فإذا لعيد لرول دي ميناج سيكوا بروتكسيون ميكانيك عم تحفظ الدماغ والموال إبينيار. اثنان هنا ان ليكيد كي سابل ليكيد سيريبرو سبينال. هلا بحكي وين موجود بعدنا بعمل مقدمه. هل ليكيد سيريبرو سبينال شو دوره؟ اذا انا هلا مثلا وقفت بالشمس، طيب درجه الحراره كانت 45، لا تمبيراتور انترن لنوتر كور اي فيكسي 37 ديغري، طيب درجه الحراره كانت عاليه، ليكيد سيريبرو سبينال عم يعمل سيركيلاسيون مثل سيركيلاسيون سانجين، عم يبرم بالسيستم نيرفي سنترال. طيب الحرارة هيدي عم تتعدل مثل الرادياتور دين فواتير، شباب بيعرفوا اللي بيحتكوا بالسيارات. رادياتور دين فواتير الانتيريور دي موتور عنا تقريبا 90 درجة. طيب لما اللي عم تطلع بالهواء والرادياتور عم ببردها عم ترجع تفوت على الموتور اللي من ريجلاج حتى التمبيراتير تضل فيكسي مثلا على 90 درجة مش على 120 ليحترق الموتور. هلا هون ما خصنا بالموتور، هاي الاكزامبل عم بعطيها هي حسية لحتى نفهم. فإذا لما اللي هون عم بحكي انه هو انا بشبهه بالرادياتور بمعنى عم يعمل ريجلاج للتمبيراتير حتى بور نيبا ابيمي السيستم نيرفي سنترال، مثل واحد عايش بمنطقة فيها حرارة عالية وتعرض لحرارة فإذا صار في عنده كلك فوا ديزانفكسيون دي مينانجوكوك واخر شيء صار في عنده سحايا، يعني البكتيريا بتصير تضرب السحايا تأذيها فاذا بصير في عندنا سيكون ابل مينانجيت بيقولوا مريض السحايا. هلا خلصنا من الرول، فاذا رول بروتكسيون اي ريغلاج لا تمبيراتور. هلا لا نرجع كل اللي قلتهم هلا لفهمتكم عليه هون اخذت منهم كلمتين. هلا لا نرجع ل توسكيه مينانج كل كسوا او نيفو de la moelle épinière ou bien au niveau de la tête ou bien de l'encéphale. أول شيء في عنا مثل ما ملاحظين في عنا دورمير، دورمير الطبقة الخارجية بالطبقة اللي اسمها دورمير. مش عم بيبينوا بالوحيد دورمير، دورمير فإذا هي الطبقة أونغري ملونة، هيدي اللي هي لكوش la plus solide اللي هي la plus costaud qui protège le système nerveux central. في عنا تاني طبقة اسمها أراكنويد اللي هيدي اللونة أبيض بمنطقة الزهر هيدي. فإذا مش إسباس انتبهوا أراكنويد هيدي اسمها أراكنويد هيدي اسمها دورمير. Entre durmer et la des espaces subdural. Subdural. هيدي الاسباس هلا بنقول شو دورة. وهون الطبقة الثانية اسمها أراكنويد. الطبقة الداخلية اللي كي ابليكي ديريكتومون او نيرون بنسميها بيمير. لا بارتي لا بلو بروفوند بيمير اللي لونها زهر جوان جوات الجري عفوا اللي لونها فيولي. بعد منا في طبقه ثالثه اسمها بيمير. انتر بيمير والطبقه اللي لونها فيولي اللي شايفينها اللي هي الطبقه الثانيه اللي اسمها اراكنويد في عنا اسباس سوب اراكنويديان. دون سيت اسباس فاذا انتر الاراكنويد اي بيمير في عنا هيدي الاسباس اللي فيها اسباس سيب اراكنويد، يعني هي عبارة كلمة اراكنويد من سافيان دي مو ارانيي، يعني بتيجي مثل انه مشعبة بهالشكل هيدا شكلها هيك. هلا السيب اراكنويد يعني ايه عم بيقطع كثير. طيب لا احكي عم اهلي بركي انه الارسال عم يكون. طيب السيب أراكنويدين فيها ليكيد سيفالو راشيديا اللي عم بحكي عنه
فإذا سيركيلاسيون دي ليكيد سيفالو راشيديان هي هون. هلأ بنرجع، فإذا في عنا طبقة بيمار أكيد في عنا إسباس سيبديرال، دكتور كثير عم يعطش ما عم نسمع الصوت بطل واضح على الأكل هلا بيروح بعض الصوت ما عم نسمع يا دكتور، وقف الصوت لحظة لأشوف لا ما حدا وقف الإرسال الظاهر عم بيروح ويجي ماشي الحال هلا بنشوف هلا بتنحل القصة بون عم نشوف هلا عم نسمع وي دكتور طيب أنا رح أجرب أحكي على مهلي مهلي لحتى نشوف كيف عم تصير الموضوع طيب إذا مثل ما شايفين بالصورة برجع بعيد للكلمات المشروحة كتير عدا عن هالصورة إذا فهمنا هذه الصورة فهمنا كل شيء بدكم تقروه برا بتمنى عليكم تركزوا أول شيء ديرمار فهمنا برا بعدين عنا الإسباس يبديرال بتصير بينه وبين الأركنويد يعني هذه إسباس بعدين في عنا أركنويد بعدين الطبقة الثالثة اسمها بيمار في ثلاث طبقات بيناتهم في هون الإسباس سيب أركنويديان اللي فيها الليكيد سيفالوراشيديان كيسيركيل فإذا بين البيمار إي الأركنويد مثل ما ملاحظين فإذا كلمة اللي دكتور راح الصوت من عندك ليش عم بيروح من الواي فاي عندك يا دكتور اربع شخطات راح نهائيا كان الطهر عم تسمع شيء؟ دكتور عم بقطش كتير دكتور سلاسفلو عم يروح ويجي؟ ايه مع انه الواي فاي عندك اربع شخطات شخص الارسال بكون رايح طيب لانه بعت يعني شفت على الكمبيوتر عم بيقول لي انه الارسال باد يعني موفي طبعا يمكن بسائب لحظات بده يكون في ركة كتير على الشبكات اللي عم تصير لانه التعليم عن بعد وبكل لبنان فبيكون في ضغط باوقات معينه لذلك عم بصير هيك هيدا الاشتراكات هيك عم تصير يعني بالبيوت هيك عم تصير ان شاء الله خير بدنا نصبح هون هون بين انتر لا ديرمير طيب عنا هلا الاموال ابينيير هو هون ديرمير براتا في عنا الابيديرال اللي هي كوش بتفصل العظم تبع الفقرات عن الديرمير في عنا سيكون ابل ابيديرال هلا بس بدي منكم حدا يتذكر شو معناتها الابيديرال اللي هي الكوش اكسترن اللي بتجي بعد الديرمير وبعد منها بيجي عنا الفيرتابر اللي هن عبارة عن سيستم اوسي كي بروتاج للاموال ابينيير هلا الابيديرال حدا سمعان بهالكلمة
شو بتعني؟ مثل أبي كارد هي للكار أو شو هي؟ لا بقولكم لشو هاي؟ شو عملوا فيها البانج؟ البانج أحسنتي. هيدي لا فام أنسانت بوندون لاكوشمون pour ne pas avoir du mal. بيعملوا لها إبرة بالإسباس اللي هي قبل الموال الإبنيار يعني اللي بتحيط بالموال الإبنيار سافا بلوكي أكسابة وجرين تنشال مش تنشال بمعنى تنشال بتروح ترجع تعيد لأنه رجع الصوت راح طيب عم شو بدي أعمل يعني عم حاول طيب عم بيروح ويجي أنا بدي أرجع عيد لح أرجع عيد الإبيديرال لا أو أن في الانجكسيون بندون لكوشمون هالمنطقة بيعملوا انجكسيون دون لبارتي لومبار تحت مطرح ما بتروح الأعصاب على الحوض أما cours de la couche ne sont pas du mal pendant l'accouchement بيعملوا ابره ابره هالابره هيدي بتخدر المنطقه السفلى حتى المراه ما يكون في عندها مشكله pendant l'accouchement او وجع كبير فاذا هيدي بيعملوها بالابيدورال الابره بتوصل لهون ما بتوصل لقبل انتبهوا هلا كتار بيحكوا انه عملت ابره بالموال ابينيير بالموال لا مش بالموال autour du moal تصوروا الإبرة واصلة للموال سفا أبيمي للموال وهون صار عندنا مشاكل كتير فيما بعد ولذلك هي بالإبيديرال أوتور وهذا التخدير بيوصل للأعصاب اللي بيطلعوا من هون اللي بينزلوا على الأطراف السفلة إكم سا لفام نسمون دون لكوشمو فإذن هلأ ليه ميناج ميناج نحن قلنا عنا لديورمان هلأ لديورمان بيطلع من الفرمن مهم الفرمن ماجنوم هو الترولي بيطلع من الفينيار من الأوس أكسبيتال جسكا لا دوزيام فرتبر ساكرا فإذن الديرمر بتوصل لدوزيام فرتبر دي ساكروم ساكروم فيها سانك فرتبر فيزيوني بتوصل لدوزيام لأنه فيها ترو بينما الموال إبنيار لوين بيوصل الموال إبنيار بيوصل الموال إبينيير لا الدزيم فرتبر لومبر دزيم فرتبر لومبر هاو بدنا نحفظهم فإذا الموال إبينيير لوين بيوصل لا دزيم فرتبر لومبر من الدزيم فرتبر لومبر وقبله بيطلع عدة نار بيعملوا إنرفاسيون للحوض ولا المومبر إنفيريير لي باسان إي لي مومبر إنفيريير هاو بيعملوا ان سورت دي بلكسوس يعني بمعنى عقده من النيران وهيدي العقده بتعمل انيرفاسيون للحوض وللجرين فاذا في عنا بالموال ابينيير مثل ما ملاحظين اون بعد الموال ابينيير في عنا لاكي دي شيفال يعني تعمل مثل دنب الحصان نار بيطلعوا بيتجمعوا تحت هلا شفناها بالصوره الاولى وبيعملوا انكي شيفال وبالمنطقة اللي فيها au niveau de la renflement cervical du membre inférieur بيعملوا plexi renflement يعني مجمع دي نيرون بيروحوا على الشمال وعلى اليمين للمومبر سوبيريير وباللومبو ساكرال تحت في عنا renflement على اليمين ورنفليمون على الشمال فإذا هودي بيطلع عنا شيء بيروح على الأطراف السفلى على اليمين وشيء على الشمال والكودي شيفال اللي هي مثل الذنب اللي بيجي بالنص يعني لو رجعنا للصورة الأولى هلأ بنرجع لها بيطلع عنا رنفليمون سيرفيكال يمين وشمال رنفليمون لومبو ساكرال اللي هي تحت اللي بتعمل انيرفاسيون للمومبر انفيريير والكودي شيفال الكودي شيفال اللي هي بتعمل انيرفاسيون جزء منها فإذا على الحوض لبسان هودي بس ثلاث أسماء نحفظهم بدون ما ندخل بالتفاصيل تبعهم وبدنا نحفظ انه الموال ابينيير بيوصل للدوزيام فيرتبر لومبر من بعدها بيعملوا البلكسيس لومبو ساكرال
الدروات يعقوش، وفوق عنا سيربيكال رنفليمو سيربيكال. منين بيجوا هودي؟ من السي 5 للسي 7، يعني من السيربيكال 5 إس 7، وبيعملوا رنفليمو يمين وشمال بور لينيرفاسيون دي ممبر سوبيريور ادروات اي اغوش. والكيرشيفال هي بتوصل ل بعد اللومبو ساكرال، عند اللومبو ساكرال بتعمل مثل دانا بالحصان، وهي اللي بتعمل انيرفاسيون للبسا. فاذا هودي اللي بدنا نحكي فيهم بالموال ابينيار. هلا خلصنا مثل ما شايفين. نعم فيك تعمل فول سكرين لانه مش اشعين. نعم بس فيك تكبر دكتور. عم بسمع هلا الرونفليمون لومبو ساكرال. يا كيشن لومبو ساكرال رونفليمون لومبو ساكرال هي بتوصل على اونيفو دو كويف شيب. هلا رح فرجيك اياهم هون. ايه بتوصل على اونيفو دو لاكويف، بتوصل المومبر سوبيريير كله من فوق لتحت. اللومبو ساكرال هون وهون. عم تشوف الصورة؟ هون وهون دكتور. بتوصل لكل شيء اسمه مومبر انفيريير، وهيدي من اللي بتجي السيرفيكال. نعم والله لو انا شفت بالحرام ما بيطلع هاي. نعم وي 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 دكتور. لعيدن في عنا اول شيء بلكسيس. بلكسيس يعني مجموعه نار عاملين مثل عقده. بلكسيس بيجوا على المامبر سوبيريير، وبلكسيس تاني بتجي ادروات واغوش. في عنا بلكسيس يعني وحده يمين وحده شمال، هاي سيرفيكال اسمها. طيب اللومبو ساكرال هاي هيدي اللي عم دل عليها تجي على المامبر انفيريير. الكوتشيفال هاي اللي عم دل عليها هون، فهيدي بتعمل انيرفاسيون للمنطقة اللي بتجي هون بين البطن والحوض، يعني هالمنطقة اللي بيجي فيها النيفو تبع الحوض. فإذا هيدي اسمها كوتشيفال بلوكسيس لومبو ساكرال اي بلوكسيس سيرفيكال. هاو هني بس للدلالة عليهم وأسمائهم فقط. فهمنا؟ نرجع نكمل. دكتور أنا عندي سؤال. خلينا للآخر الأسئلة، الله يخليك لأنه الدرس بدي يخلصه، وبالاخر قد ما بدكم نسال. يلا خليني بس خلص هود. بس فول سكرين. فاذا هاي الرونفليمو سيرفيكال شفناها فوق، اللومبو ساكرال تحت، الكوتشيفال اللي هي اومبا دي بارتي لومبير، يعني بتجي مطرح ما بينتهي العمود الفخري بيعمل ان كوتشيفال، والبلكسيس بتجي يمين وشمال اللي بتعمل انيرفاسيون للمومبر انفيريور. هلا هاي الصوره جبناها بالكونكور دي لميدسين هاي السنة. فإذا هلأ صرنا متعلمين من بداية هالشابتر شيماء اللي برهن المنانج كتير مهمة، وهلأ إنكوب دي لموال إبينيار أو نيفو دي انفرتر. إنكوب نعم في مجال تحط فول سكرين مش حاططة فول سكرين بس كرمال نقش على انه الدوكيومنت كتير صغار. اوكي هلا سافا عم تقشعوا. طيب بدي منكم شغله، ركزوا معي. هيدي الصورة قلت لكم جبناها بالكونكور، طبعا ما جبناها كلها وكل الكلمات. وي وي تفهمتنا. ها طيب هاي الصورة سيتين كوب دي لا موال ايبينيير او نيفو دي انفيرتيبل. هذا اسمه. انا كيف شايف الكوب هيدي او نيفو دي لا موال ايبينيير او نيفو دي لا موال ايبينيير؟ سيتين كوب ترانسفيرسال جاي قصصها هيك، لا بتطالع ولا فرونتال، ترانسفيرسال دي لا موال ايبينيير او نيفو دي انفيرتابر. يعني الموال ايبينيير وين موجود؟ بين الفيرتابر. في يقول كوب ترانسفيرسال دي لا موال ايبينيير وخلصت بسمح فيها.
هلا اوني فود انفرتبر احلى واحلى، بس بالنهايه انكوب ترانسفيرسال دي لاموال ابينيار. هلا شو بدنا نشوف فيها؟ انتبهوا بالكوب، نحن قلنا الموال ابينيار هو ستان اورغان سنترال، الانسيفال ستان اورغان سنترال. دائما شو بتلاحظوا او انتم تعلمتوا بالصفوف ما بعرف اي صفوف، انه في عنا انسبستانس غريز وفي عنا انسبستانس بلانش اوتور دي سبستانس غريز. بتصور هاو تعلمتوهم بالصفوف الصغيره. اوميليه دي سبستانس غريز في عنا كانال سنترال او بيان كانال دي ليبونديم. بتصور هذا مرق معكم، هذا الكانال سنترال اللي موجود اوميليه دي لا سبستانس غريز، سلس سيركلي لليكيد سيريبروسبينال. انا قلت هالليكيد سيريبروسبينال بيعمل سيركلاسيون او نيفو دي ميناج اوتور دي لاموال، بعد منا بيرجع للدماغ على السيرفاس اكسترن دي سيرفو فوق، بيرجع بيرجع بعدين بينزل او نيفو او بيان او ميليو دي سيرفو، بيمرق على الفنتركيل 1 و 2 3 4، بعد ما بينزل بالكنال دي ليبونديم اللي هو بيحمل الليكيد هالليكيد هذا سيريبروسبينال، وبيرجع بيعمل سيركيلاسيون توتوتور. فاذا هذا الكنال سنترال او بيان كنال دي ليبونديم. عم نفهم لحد هلا؟ لا سبستانس بلانش، بلانش شو بيبقى فيه سبستانس غريز؟ بيبقى فيه لكور سيلولير تبع النيرون. شوف سبستانس بلانش الاكسون اللي فيه انجان دميلين، واضح؟ لحد هلا عم نفهم؟ شو عم نسمع؟ طيب عم بحكي على مهلي كانال دي ليبونديم او بيان كانال سنترال، له اسمان. ليبونديم هو الاسم الافضل منقوله، ايبونديم اي بي او ان دي غريغ ان ان او. فاذا كانال دي ليبونديم وهون اسمه كانال سنترال، شو دوره هذا؟ هو سلس لليكيد سيريبرو سبينال سي سيركيلي او ميليي دي لاموال ابينيار. ومنين بيجي هالليكيد سيريبرو سبينال هذا؟ انا عم اقول لكي سيربسونات ساتورن اوتور دي لاموال ابينيير اي دي سيرفو انتيريير، يعني الانسيفال كله دماغ فوق، اي اوسي بيرجع بفوت على دماغ. في عنا او نيفو دي لانسيفال في عنا كاتر فونتريكول، فونتريكول هي مجمعات للكي سيربسونال، مثل ما مثلا واحد عمل خزان ماي وعم بفوت فيه ماي وهالماي عم ترجع تروح على مطرح تاني. فاذا بعد او نيفو دي سيرفو او لانسيفال في عندنا الكاتر فونتريكيل عم يمرق فيه الليكيد سيريبرو سبينال، بيرجع بيمرق بالكنال دي ليبونديم او بيان كنال سنترال، بيرجع بيروح على البيريفيري اي كوم سا سا في لا سيركيلاسيون دي ليكيد سيريبرو سبينال. هلا في عندنا لا سبستانس غريز كومبوزي دي كور سيلولير اي تو سكي بلانش اي كومبوزي دي كوا دي اكسون ميلينيزي، يعني في جند ميلين، في طبقة بتساعد عملية الكوميونيكاسيون انترسيلولير. الجند ميلين بتساعد الانفلو نيرفي كيف تطلع وكيف ترجع، طبعا مثل الكهرباء كيف تطلع وكيف تنزل، بحاجة لجند ميلين لتسهل عملية نقل المساج انترون او المساج اللي بتعمل اللي هي افكتر. هلا هون في عنا، انتبهوا شوي في سير ميدان فونترال سي كون ابل لا بلو بروفوند. هلا انتبهوا شوي، هاي المنطقه من هون وهيك اسمها فونترال. كيف بعرفها فونترال؟ اترافير لا لي فيسور ميدان فونترال، فيسور شق كبير كي فيسور تري بروفوند، هذا بالبارتي فونترال.
على اساسه هلا بدي صنف الصوره. اي دون لا بارتي بوستيريير في عندنا سيون ميديان ميديان دورسال. هون عندنا كلمه سيون وكلمه فيسير في فرق بيناتهم. فيسير يعني شق عميق، السيون يعني شق ضعيف. هذا هاو جبناهم، هيدي الفيسير هيدي وال والسيون ميديان بتصور جبناها واثنين بالكونكور. لاحظ قديش دقيقين هودي، هودي بيقطعوا بالنص بيقسموا الموال ابينيير لنصفين. هلا في عنا مثل ما ملاحظين لنبلش اول شيء بالسبستانس غريز. سبستانس غريز شو فيها؟ كوردون دورسال نسبة للبارتي دورسال، كوردون لاترال جاي لاترال، فونترال الفونترال اللي هي جاي بالبارتي فونترال. اي دون لا بارتي دروات دون لا بارتي غوش او دروات اون لا ميم شوز، كوردون دورسال لاترال فونترال بقلب في الكانال دي لبونديم. هلا بنيجي لسبستانس بلانش. في عندنا هون سبستانس بلانش في عندنا كوردون دورسال، كوردون دورسال، كوردون لاترال، كوردون لاترال، كوردون فونترال، كوردون فونترال. فإذا شو بيطلع منهم هودي؟ مثل ما ملاحظين بيطلع عنا نير سبينال أدروات ونير سبينال أغوش اللي ستا نير ميكست. شو يعني هودي دورهم؟ هلا لاراسين دورسال، لاراسين فونترال، لاراسين دورسال، لاراسين فونترال بينتهوا بجونج او بتمرق هون جونجليون سبينال عقده. واخر شيء بيطلع النير سبينال سيكون ابل نير ميكس. شو بيعملوا هودي؟ توسكيه دورسال بيبقى في دي نيرون سنسيتيف. بيجوا هودي بينقلوا هالإحساس هذا اللي موجود بهالمنطقة بينقلوا أترافيرسا، وبعدين بيصير الإفكتور يعني الموتر أترافير لبارتي فونترال. ليش سميناها نير ميكست؟ يعني فيها كل شيء بينقل الإحساس وكل شيء بيخرج ليعطي تراديكسيون لهالإحساس. طبعا هيدي اسمها نير ميكست، يعني فيها البارتي سنسيتيف والبارتي موتر. فإذا اسمها نير نير سبينال. فإذا انتبهوا شوي هون لأحكي كلمة كلمة عنهم، اللي قلتهم برجع بعيدهم على هيدي حتى تقولوا هاي مطلوبة مش مطلوبة افهموا لي عليه. لاراسين دورسال، شي راسين دورسال، بس قول راسين دورسال، بس احكي بالدورسال يعني البارتي هيدا. انتبهوا شوي، فيها أكسون سنسيتيف قلناها وفيها غونغليون سبينال بآخرة، خلصت. دون لا بارتي فونترال شو عنا؟ أكسون ونيرون سوماتيك يعني موتور، خلصت. دون لي كورن بوستيريير دورسال فيها ديز أكسون أنترون يعني بتفوت السنساسيون، اي تو سكي فونترال في عنا دي نيرون موتور سوماتيك تعطي البوتنسيال داكسيون. والكورن لاترال دروات اي غوش هن عبارة عن نويو موتور اوتونوم، هي لكل شيء اسمه سيستم نيرفي اوتونوم. السبستانس بلانش فيها اكسون ميلينيزي يعني فيها غاند ميلين اي ديفيزي اون ريجيون ابيلي كوردون. فاذا الاكسون فيها دي ريجيون ابيلي كوردون، هي عبارة عن أكسون ميلينيزي دي نيرون. لا أرجع أشوفها هون. فإذا هون مثل ما قلنا كل شيء بوستيريير هو سنسيتيف أو دورسال، وكل شيء فونترال هو موتر. تبهوا لي مثل ما عم بشرح، وهي الصورة بالمية مية بتجاوبوا عليها وبتفهموها. أكثر شيء بنسأل بهذا السؤال على الصورة. فإذا بدي أفهم فونكسيون بفهم شغلة واحدة اللي عم ركز عليها، توسكيه دورسال هو سنسيتيف، يعني بينقل حسب مين؟ حسب الراسين دورسال هون وهون، وكل شيء فونترال هو موتور.
بس تنتهى الدورسال بغانغليون سبينال. الغانغليون سبينال بعد منها بيصير في عنا نير ميكس اللي هي الميلومير اللي هن النير اللي بيطلعوا من الموال إبينيير. فإذا بتدخل هيدي اسمها نيرون سنسيتيف أنتران، بتدخل السنساسيون بتترجم بتخرج عبر نير موتير اللي هو هيدا هالنير سبينال اللي بينقلوا راسين فونترال من النير سبينال. هلا هاو اثنين الانترون اي سورتون اثنين هاو دي بيعملوا نير ميكس اللي بتدخل وبترجع الحركة او الاكسيون للموال ايبينيير. توسكي كوردون لاترال كورن لاترال هاودي فيهم كل شيء اسمه للبارتي اللي اسمها الـ يعني بمعنى الانفولونتير الانفولونتير توسكي كورن دورسال ايفونترال هاودي للفولونتير هون انفولونتير بالبارتي لاترال. الكوردون فيها نيرون فيها نويو فيها جسم يعني بمعنى النيرون بيبقى فيها السليل المام والبرولونجمون تبعها اللي هني هودي بالكوردون لاترال. فإذا هودي بنقلوا الإحساس تبع سامباتيك اي بارا سامباتيك وهودي لتوسكي سوماتيك يعني سيسون دي نيرون افكتر سول أوردر. فإذا هايدي وهايدي توسكي لاترال هو عبارة عن انتر نيرون والانتر نيرون هاو بيوصلوا لتوسكي فإذا أوتونوم. فإذا نحن قلنا فونترال لاترال في عنا أول شيء فيسير ميديان وعنا سيون ميديان. لا دون ست بارتي في عنا كورن دورسال كورن فونترال كورن لاترال كوردون لاترال كوردون فونترال كوردون دورسال اي ان سي دي سويت. هيدي شرحنا الصورة كلها وقلنا شو دورة دورة لأرجع عيد وبأكد دون لا بارتي دورسال في عنا بارتي دي سنساسيون يعني on a des nerfs sensitifs qui transmettent. Dans la partie ventrale, on a des nerfs effecteurs, يعني بينقلوا البوتنسيال داكسيون لحتى تنفذ العضلات الاوردر. فاذا بينقلوا مع نير اسمه نير ميكس او نير سبينال. هون في عندنا غانغليون سبينال باخر الراسين دورسال. فاذا راسين دورسال نسبه للبارتي دورسال، راسين فونترال نسبه للبارتي فونترال. اي دون لا بارتي غوش اي دروات اون لا ميم ستركتور. فاذا هون في عندنا كوردون فونترال كوردون دورسال وفي عندنا كوردون لاترال. في عندنا كورن لاترال كورن لاترال كورن دورسال اي كورن فونترال. شو دورهم هاودي الكورن؟ نحن عم نقول هاودي فيهم بيبقى نيرون وهاودي البرولونجمون ميلينيزي. فإذا هودي اللي بيمتدوا لحتى يعملوا هالنار هيدي بالآخر. فإذا هيك نكون خلصنا هاي الصورة المهمة جدا واللي عم نحكي فيها هلا. دكتور. نعم دكتور. هلا عطول الكوب عطول الكوب بكون ترانسفيرسال ما فيها يكون لونجيتودينال اكزامبل؟ لا ما فينا عم نعمل ترانسفيرسال لنشوف كل شيء بالترانسفيرسال لونجيتودينال. شو بده يطلع معنا؟ بده يطلع معنا الفيسير وما بنشوف شيء. فاذا هيدي ترانسفيرسال واضحه يعني عم نقطعها ليصير في فوق وتحت يعني هيدي ترانسفيرسال. انتقلنا هلا يعني ما ممكن تيجي لونجيتودينال. لا لا على طول هاي الصوره فقط ترانسفيرسال لينير سبينو نحفظهم غلط. هنا 31 بير دي نير سبينو. سبينو شو يعني؟ هؤلاء عم يطلعوا من المول إبينيير. أول شيء في عنا 8 بير دي نير سيرفيكو 12 بير دي نير توراسيك 5 بير دي نير لومبير 5 بير دي نير ساكرو و 1 بير دي نير كوكسيجين. كيف هولي؟ شوي شوي عم بحكي عن مهلي بالتفصيل. 8 paires de nerfs cervicaux. Combien de vertèbres on a dans la partie cervicale? J'ai oublié. 7.
ست. طيب ليش عنا ثمانية؟ بين الفورامين ماجنوم، بين الأوكسيبيت أس أوكسيبيتال وال برافو. إذا في عنا واحدة زيادة فوق بتجي بين الفورامين ماجنوم إيه لاتلاس، في عنا إمبردينير، بعدين بين كل فقرتين عم بيكون واحدة، بيطلعوا آخر شيء 8 دون لابارتي سيرفيكال. انتبهوا لابارتي سيرفيكال إنيرف لي مومبر سوبيريور إي لي كو، يعني فيها 8 دوز بيردينير توراسيك، واضح أنا دوز فيرتابر عم يطلع منهم 12. 5 بير لومبير، في عنا 5 بير دينير ساكرو، ساكرو كانوا 5 أفون لا فيزيون، بيطلع منهم تقب بضل موجود يمين وشمال، يعني الترو دي كونجيكيزون اللي بيطلع منها النار بعدها موجودة، ولكن الفيزيون وين صارت؟ الفيزيون صارت او نيفو دي لا فيرتابر، ولكن ترو ضل موجود، ضلت البقايا. فإذا بيطلع 5 بير دينير ساكرو اللي بتعمل هالكو دي شيفال هيدي، واللي الفوق منها شوي النار لومبير بيعملوا الرونفليمون اللي بتروح على المومبر انفيريور. مين بير دينير كوكسيجين؟ هن عبارة عن قلنا شي 4 فيرتاب فيزيوني، بضل منهم تقب واحد، التقب الكبير بيخرج منه انسل بير دينير يمين وشمال. فإذا هودي بنحفظهم. فإذا هاي كيف منجيب هذا السؤال مثلا على هودي؟ هون العدد نير سيرفيكو، هلا الطالب أمرار بيفكر إنه عنا 6 فيرتاب يعني بيطلعوا 6، لا ويت، لأنه هلا علمناكم قلنا انه دون لي ويت في عنا النار اونتر لي ماجنوم اللي هو الثقب فورامين ماجنوم اللي بيجي بين الكعب الكران وبين اول فيرتبر بيخرج امبردينير، صاروا 31. فاذا هن والباقيين نحفظهم بسهوله، يعني لكل فيرتبر في عنا امبردينير ما عدا كوكسيجين، الاربعه عندهم بس وحده لانه بتبقى بس الكبيره، لانه صاروا هودي وقت اللي بحكي بالكوكسيكس يعني الفيرتاب كوكسيجين، هودي صاروا فيرتاب اتروفيه يعني بمعنى مشوهين، ما عادوش عندهم كل الاليمون دين فري فيرتاب. فاذا هودي 31 بير. فاذا احني هون هودي اللي عم بشرحهم شرحتهم هلا بالصوره، ما في داعي ارجع لهون. هلا الانسيفال، انتبهوا شوي، الانسيفال مشو مقسم. هلا طبعا قديش عدد الخلايا اللي بيعطيها وغيره مش ضروري احفظهم. 85 مليار دينيرون اي او موا 10 فوا بلوس دي غليوسيتا ال بيز 1300، هو مش للحفظ يعني انا ما بحفظهم، ولكن بناخذ فكره عنهم. قديش عنا، شوفوا قديش علينا دين بلبنان، بيطلع 85 مليار دولار، هون 85 مليار دينيرون يعني، والجليوسيت اللي هن الخلايا الانترميديار هن كمان 10 اضعاف اكثر، يعني بيطلع بحدود 350 مليار بشكل عام جليوسيت مع النيرون الاسانسيال اللي بنعرفه. هلا الانسيفال من شو الانسيفال لشو مقسم؟ الانسيفال مثل ما بنعرف في عنا الترون سيريبرال، ديانسيفال، سيرفيلي، سيرفو. سيرفو اللي هو البارتي انتيريير تبع الانسيفال، ديانسيفال اللي هو سيرفو انترميديير النص، ترانسبيرا سيريبرال اللي بيجي تحت، سيرفيلي بيجي ورا ترانس سيريبرال. هلا رح نشوف شو هن هودي. هلا خليني اشوف على الصوره افضل وبعدين الشرح انتم بتقروا. هلا في عنا هاي الصورة طبعا ضرورية جدا، ولاحظوا كلماتها رح احكيهم وكتير سهلين. لعيد سيرفو انتيرير من الانسيفال، ولاحظوا وينه سيرفو انتيرير اللي في كل المساحات، ليزر كيستوك الميموار اللي اغلبه في ديكور سيلولار، يعني اغنى شيء بالنيرون المهمين، لذلك السوفينير الايموشن كل هالشغلات، هيدي الاكريتير اذا واحد بيكتب على اليمين على الشمال كيف بنعمل لها ستوكاج، انا على طول بكتب بايدي اليمين، فاذا هون سون ستوكي
هالحركة اللي تعلمتها عبر الزمن صارت ستوكي دون ليزير بالمساحات اللي موجودة أو نيفو دي كورتكس بالقشرة الخارجية تبع الدماغ اللي هي أهم قشرة أهم شيء بالدماغ. يعني دماغه الأساسي واحد اللي عم يشتغل فيه فونكسيون الأساسية هي هون. بعدين انتبهوا سيرفو هاي أول طبقة أول جزء من الأنسيفال. طيب سيرفلي هذا اللي بتشبه الأربر ديفي شجرة الحياة. ترون سيريبرال هو ببلش من هون لبداية العمود الفقري لبداية الموال إبينيار. الموال إبينيار صار تحت بالعمود الفقري صار لحال. صار في بيل براشيديان مؤلف هو ذاته ترون سيريبرال بيل براشيديان بون وبروتيبيرانس اللي اسمان بون جسر اي ميزانسيفال هي البارتي انتريير تبع الترون سيريبرال. لعيد ترون سيريبرال في عنا البارتي سوبرير اسمها ميزانسيفال بارتي انترميدير اسمها بروتيبيرانس او بيان بون اسهل تحفظ بون بون جسر. بعد ما عندنا بيول براشيديان بيول براشيديان هذا اسمه ترانسيريبرال. اذا اجينا شو اللي بيالف ترانسيريبرال بدنا نقول تروا بارتي ميزانسيفال بون اي بيول براشيديان. فاذا اول شيء شفنا لي سيرفو انتيرير اللي هو مؤلف من دو زيميسفير سيريبرو يعني مؤلف من 2 اميسفير اللي هن يمين شمال بتألف كل شيء اسمه سيرفو يعني المخ الأساسي. سيرفلي هذا بيجي مثل ما شايفين هون ورا الترون سيريبرال اللي هو مؤلف ميزانسيفال بون إبيل براشيديان. شو بقي عنا الرابع وحدي قلنا واحد اثنين ثلاثة بعد عنا دي أنسيفال ديانسيفال اللي هو اسمه سيرفو انترميدير مؤلف من تلاميس تبهولوا لنا هالكلمات بعدين ايبو تلاميس اللي هي البارتي اللي تحت. بعد منا في عنا منطقة كتير مهمة اسمها جلاند بينيال وبيان ايبي تلاميس. لعيد تالاموس إيبو مع الإيبوفيز طبعا فيها الإيبوفيز إيبو تالاموس بعدين هون إيبي تالاموس اللي فيها غلاند بينيال اللي إلها فونكسيون. هلأ منقول فونكسيون بالآخر هلأ عم بحكي ستركتور. لعيد على الصورة من هايدي كل الكلمات قلتون في بعض كلمة ما قلتها لكور كالو اللي هودي بحيطه الفونتريكيل اللي حكيت عنهم بالأول مجمعات اللي كيت سيريبرو سبينال بصير أدرواتي أغوش في عنا فونتريكيل لاترو 1 2 بعدين بيجي فونتريكيل هون وفونتريكيل هون 3 و 4 هودي بمرقوا اللي كيت سيريبرو سبينال على انتريا دي سيرفو يعني مثل أنا أبعمل رادياتير بقلب الموتير. الموتير في عنا سيركيلاسيون بقلبه هي اللي بتبرده فإذا هي زيتا موجودة هون au niveau de cerveau intermédiaire. فإذا برجع بعيد دكتور والإيبوفيز نعم الإيبوفيز هيدا شو هيدا جزء من البارتي اللي فيها الإيبوتالاميس. هلا من إلى فونكسيون بالريغلاج بالهرمون بشغلات من هالنوع ولكن هلا بنحكي عنهم هودي شوية بالآخر ما بدنا كتير فونكسيون بدنا نحكي شوية فونكسيون نحكيهم بالآخر بالتابلو اللي أنا حاطه بالآخر. فإذا برجع بعيد سيرفو أنتريير أو سيرفو مؤلف من دو زيميسفير سيريبرو بعدين عنا سيرفيلي ترون سيريبرال مؤلف من ثلاثة ميزانسيفال بون اي بالبراشيديان. سيرفو أنترميدير مؤلف تالاميوس هيدي الحمرة الكبيرة إيبوتالاميس اللي مؤلفة من المنطقة هاي كلها سوا مع الإيبوفيز
جلاند بينيال او ايبي تالاموس اللي فيها الجلاند بينيال الى فونكسيون كتير مهمه بالدماغ. فاذا هون شفنا ستركتور جنرال دي لونسيفال. واضحه الصوره ولا مش واضحه؟ واضحه. قلنا كل شيء، قلنا كل شيء. كلمه ديانسيفال بدي احكي بثلاث كلمات: تالاموس، هيبوتالاموس، بعدين ايبيتالاموس، او بيان جلاند بين اللي هي فيها الجلاند بينيال. هلا هاي الصوره، هلا بنرجع على هاي، انا ضايفها مش موجوده بالكتاب، بس انه اذا بدي اتذكر كيف ستركتور جنرال سيستم نيرفي سنترال: انسيفال موال ايبينيال، انسيفال مقلم في سيرفو سيرفيلي بيل براشيديان اللي الديانسيفال كمان مش محطوطه، وهون توسكي بيريفيريك في عنا نير كرانيان نير راشيديان، واضافه لالون سيستم نيرفي فيجيتاتيف يعني الاوتونوم اللي بيبقى فيه الاورتو والباراسمباتيك، يعني هالسيستم الانتريك مش حاطينه، هذا تابلو شوي قديم. شو بدنا فيه؟ فاذا هذا كل شيء. بقي عنا بعد شغله. هلا هون بهذه الصوره سيتين كوبا، اي كوب هذه الدماغ كيف موجود؟ كيف تبعه؟ كوب ساجيتال. ليش ساجيتال هيدي الكوب؟ لانه هذا السيرفو مبين سيرفلي بيجي من واحد. شوفي هيدي على البرهن الكيد سيريبروسبينال شوي كيف بيروح وكيف بيجي. لاحظوا في عنا مثل ما ملاحظين هون بهي الصوره، في عنا الكور كالي اللي هو الابيض ابيض ابيض، اذا واحد شق دماغ الخروف بتبين في قطعه بيضة كتير على اليمين ووحده على الشمال، هودي بحيطوا الفونتريكيل اثنين اللي بيخزنوا الكيد سيريبروسبينال، في عنا وحده دروات وحده جوش. في عنا كمان الـ هون في عنا كمان فونتركيل 3 وهيدي فونتركيل 4. هودي شو دورهم؟ عم بيعملوا سيركيلاسيون مع المينانج، جزء منه طبعا عم يجوا بقلب الدماغ عبر الفونتركيل لاترو، هون عم يجوا من المينانج على الدماغ، بيرجعوا بيجوا اوتور دي لاموال ابينيير، وبيجوا بقلب الكانال دي لبوندين كمان من هون بيجوا قبل. فاذا هاي السيركيلاسيون مش ضروري نحفظها او عطينا، بس انه بعمل امتي رابيل انه عندنا دي فونتريكيل بيعمل كوميونيكاسيون مع المناج مثل ما شايفين بالبارتي الزرقاء بين الداخل وبين الخارج. هلا هون عم نرجع نشوف نحن بهذه الصوره، لاحظوا هاني بهذه الصوره ديورمير من برا، أراكنويد بتجي والبيمير بتجي أبليكي ديركتمون على النيرون، يعني على النيرون. بيمير مثل ما ملاحظين أراكنويد اللي هي فيولي، وآخر طبقة دير مير من برا. مطرح ما في فلاش هي الإسباس في أراكنويدين اللي بتعمل سيركيلاسيون للكيد سيريبرو سبينال. فإذا كانال سنترال هون حطينا هيدا مبينة، بيل براشيديان بون ميزانسيفال كمان حاطين نفس الصورة اللي بالأول، سيرفيلي هون سيرفون انتيريير. هلا بدنا نشوف من وين هاي الصورة، هلا برجع لها. هودي هيدي اجت بالامتحان، اجت وحدة منهم بالامتحان كلمة. هلا كيف بدنا نشوف دماغ كيف مقصم؟ هلا بدون ما نفهم الفونكسيون وندخل بالتفاصيل لأنه هذا ملغى، ولكن بقول بدماغ في عنا كاتر لوب: لوب فرونتال، لوب فرونتال كلها هيدي اسمها لوب فرونتال، لوب باريتال، لوب اوكسبيتال. هنا كاتر لوب بس هالقد. اذا جينا للفيو بوستيريير تبع الدماغ مثل ما نلاحظ في عنا لوب اوكسبيتال، ببين عنا لوب طبعا باريتال واللوب عم في عفوا اوكسبيتال
باريتال والفرونتال، هاي مصورينها من فوق وعلى جنب. فإذا فرونتال نحن متطلع بهاي الصورة، إذا بدنا نجيب اللوب نسبة للفرونتال في عندي لوب يعني مجمع دماغ، وهون وإلهم هودي فونكسيون، بس نحن مش طالبين فونكسيون لأنه بهذا الكور كور الأناتومي اسمه إنيسياسيون الأناتومي، ما بندخل بكل التفاصيل. بس واحد يفوت على الطب بياخد أكثر من 100 ساعة أناتومي، بصير يفوت بكل التفاصيل تبع كل واحدة. هلأ مطلوب منا نفهم أنه أنا كانتر لوب. هلأ المهم بهذا اللي بقي عنا سيكون أبل فيسير، فيسير سيكون أبل جيريس، سيكون أبل سيون. شو موجود بالدماغ؟ لنرجع على المنطقة هيدي، مثل ما ملاحظين في عنا سيكون أبل جيريس، جيريس اللي هي هون، وتحت منها بتحضر الدماغ منه جاي انسرفاس ليس، جاي عنا متعرجات مثل ما ملاحظين مساحات، هاودي اسمه سيون وهاودي اسمه جيريس. جيريس شو يعني هيدي؟ طيب هلأ لأعطيكم اكزامبل خارجي لحتى نفهمه هون. هلأ شو دور هالسيون إجيريس؟ شو دورون هؤلاء؟ طيب لبنان كبلد موجود في جبال وبلوزيير كولين، كتير موجود متعرجات جبلية. طيب شو دور هالمتعرجات الجبلية؟ هلأ مش عم بحكي المناخ، عم بحكي بالنسبة للمساحة. طيب إذا واحد عنده جبل، طيب الجبل عم نطلع ومننزل في مساحات، إذا جينا للباز تبعه مساحة أقل من الطلعة والنازلة، فعم بكبر المساحة. هلأ لبنان مساحته 10400 وشوي، إذا راح منه شوي فضل 10400. طيب 10400 هن فعلياً أكثر من 10400 إذا جيت للمساحة. ليه؟ لأنه وقت منقيس المساحة منقيس الباز، ما منقيس المتعرجات. متعرجات بتكبر سيرفاس. هلا انا مش بمساحه لبنان عم بدخل، بدي ادخل هون لاقول لكم هاي المتعرجات بتكبر السيرفاس تبع السيرفو اونتيريير اللي هو مسؤول عن كل شيء بنعمله بحياتنا، من ميموار، من تفكير، من ايموشن، من رياكسيون اللي بدكم اياه. بس تكبر المساحه، فاذا كبرت الفونكسيون تبع السيرفو اونتيريير اللي هو اهم شيء بال 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 بالسيستم نيرفي، هو هذا السيرفو اونتيريير. فإذا مثل ما ملاحظين في عنا سيكون أبل جيريس اللي هي هالكولين اللي طلعت هون، اي ديفيسير إيسي، وهون في عنا أنتر لدري بارتي دي سيرفو أدرواتي أغوش، في عنا الفيسير لونشتدينال دي سيرفو، فيسير كبير، وفي عنا دي سيون سنترال دي لميسفير سيرفيلي، فيسير بين هون، وفي عنا كمان جيريس بوست سنترال، هودي بالبارتي باريتال في عنا اسمها بوست سنترال، في هيدي جيريس. جيريس يعني بمعنى المساحة الكبيرة تشبه الكولين، تشبه الهضبة يعني. فإذا هودي هل في سير هاو بيفصلوا بين يمين وشمال، في سير هاي لونشتدينال، وهيدي مثل ما ملاحظين هون اسمها كورتكس من برا اللي هي اهم مساحه بالدماغ اللي بتعمل استوكاج للميموار، للاكريتير، للسوفينير، لكل شيء. هيدي المساحه اللي فيها دي كورس الليلاب، والبيضه اللي بيبقى فيها برولونجمون. فاذا هيدي الثانيه سبستانس بلانش والفيسير اللي شفناها، فيسير الكبيره اللي بتفصل بين اثنين بارتي من السيرفو. هلا بالنسبه للفونكسيون بيبقى عندنا هالتابلو تلاميس. يلا خلصنا. اول شيء بيل براشيديان شو بدي اخذ؟ مش انه احفظ وببغى. بيل براشيديان مؤلف من ثلاث شغلات. بيل براشيديان مثل ما ملاحظين في عنا بون، في عنا الميزونسيفال، وفي عنا البيلب اللي هو تحت، عفوا الترون سيربرال مؤلف من بيلب بون اي ميزونسيفال.
هلا شو دور هال البارتي تبعه هودي البون مثلا شو دوره؟ هلا بنشوف هو ريلي يعني بين اثنين عم بيعملوا فونكسيون دي كونترول دي لا دي لا بار اكزومبل دي لا ريسبيراسيون كونترول دي لا ريسبيراسيون. الميزونسيفال فوق مثل ملاحظين ما بناخذه كله هيدا بس احفظ منه كم كلمه هون كوردون مون دي موفمون دي لا تيت دي زيو اكسترا اذا عم تطلع يمين شمال وبيعمل تقريبا ريغلاج وبيعمل كورديناسيون بين مثلا عم بتطلع بعيون اثنين مثل هؤلاء اللي بيطلعوا بعيون اثنين وبيزقروا زقرة واحدة هاي بتعني انه الكورديناسيون لدو زيو لحتى يكون في عنا الفونكسيون دي زيو مع بعضهم هاي اللي بيعمل لها الاوردر او الريغلاج هو الميزونسيفال لي بون دورو كونترولي لا ريسبيراسيون لي بول براشيديان شو دورو دوره بعملية البلع ديجليتاسيون السعلي الوقت اللي منحزق هوكي هوكي السعل تحزيقة اكسترا يعني ادوار لاحظينهم حاطينهم كلمة كلمة بينما هلأ لنشوف نحن تلاميذ ايبو تلاميذ اكسترا تلاميذ فاذا مثل ما شايفينا هي موجودة كونتربي او فونكسيون موتريس فونكسيون موتريس يعني بمعنى ترانسميت لي انفورماسيون دي سيرفري اي دي غونغليون يعني بمعنى اللي فيها جو ايغالمون ان رول دون لي مانتيان دي لا كونسيونس عمليه الوعي عمليه الموتريسيتي الامر لحتى تعطي امر الايبوتالاميس انتاجر لي زاكتيفيتي دي سيستم نيرفي اوتونوم. طيب الايبوتالاميس اللي هي الجلاند بينيال هي بور لا سيكريسيون دي تو سكي هرمون ميلاتونين هاي مهمة هايدي هاي جبناها مرة جلوند بينيال شو دورة والباقي قليل. طيب السيرفيلي شو دوره الإكليبر يعني هو اللي بيعمل إكليبر للجسم بالعلاقة مع الأوراي مويان يعني الأذن الوسطى مع السيرفيلي هن اللي بيعملوا دور الإكليبر. هلا اللي سيرفو هي البرسيبسيون لكل شيء اسمه سنساسيون كل شيء اسمه انفورماسيون كل شيء اسمه كونسيونس كل شيء اسمه تفكير كل شيء اسمه كتابة كل شيء اسمه كل شيء هذا بيعني سيرفو. إذن ليبر سيرفو ستوكاج دي انفورماسيون كل الانفورماسيون تبع الجسم. التلاميس ايبوتلاميس غلاند بينيال مثل ما قلنا الايبوتلاميس فور لا سيكريسيون دي هرمون اي سورتو ميلاتونين اللي هو هرمون اساسي للسيستم نيرفي. بعد منا التلاميس ايبوتلاميس مثل ما شايفين انه هيدي مش ضروري انه احفظها بالمية مية ولكن بياخد منا ابور سنسوريال بيجي من الكورتكس سيريبرال يعني من القشرة الخارجية لحتى اخر شيء يصير في عنا مانتيان اي لا كونسيونس بمعنى الادراك وغيره غيره بتصير بالتلاميس اللي هو اورجان كتير مهم لحتى يكون في عنا عملية الوعي الكونسيونس والوعي الدائم. يعني الإيبوتلاميس فإذا كل شيء مثلا بيصير عنا كإيموسيون كفرح كشغلات من هالنوع فإذا هي اللي بتعمل لها ريغلاج. وهيدي البيل براشيديان والبون غيره مثل ما شفنا البون كنترولي لا ريسبيراسيون لي ميزونسيفال كي كنترول فإذا توس كيي كنترول دي موفمون وبيرجع عنا البيل براشيديان هي بعملية كل شيء اسمه بالع ديجليتيسيون كل شيء اسمه سعلي كل شيء اسمه تحزيق كل شيء جزء من الريسبيراسيون. فإذا مش ضروري أحفظهم كلهم بياخد منهم واحدة أو اثنين واحدة أو اثنين بس لأفهم الدور العام تبعهم بدون ما نعقد الأمور. فإذا خلص الشابيتر هلأ صار فينا نسأل إذا بدكم تسألوا. نعم ما حكيت لنا عن لوب أنسيلار لوب لوب أنسيلار محطوطة بالصورة بس ما حكيت لنا عنها لوب شو أنسيلار اي صورة هيدي لما حطيت لنا ثلاث صور السيرفو حكيت عن الجنس والسيلون هون لا مش هون ايه هون ايه اي لوب
بثالث وحده ثالث صوره اسمها لوب انسولار. هي جاي بين اللوب فرونتال واللوب باريتال واللوب اوكسيبيتال، جاي بيناتهم. هيدي مساحات مشتركه تساعد لعمليه الكوردينيشن بعمليه الكونسيونس، بعمليه التفكير والسوفينير. هاي مساحات مشتركه كثير مهمه، بس مش مطلوب الفونكسيون تبع اللوب، مطلوب بس اسمائهم. اوكي، هاي بس روح لبعيد اكثر بدي احكي عنها، هاي بالصوره هاي مشتركه عنها لانه مش داخل بالفونكسيون سوى اسماء اللوب بس. اوكي طيب، مطلوبين الرول تبع الايبوتلاميس وهوديك الاشياء. الفونكسيون بدنا نفهم منهم شويه فونكسيون، يعني ولو فونكسيون وحده من كل شيء قلته بالتابلو الاخير. ماشي. اللي هلا حكيتهم انا بتنقوا فونكسيون منها مهمه بدون ما نحفظه كله، يعني بدي بس اقول مثلا جلاند بينيال بتذكر انه سكريسيون دي توسكيه هرمون اللي بيدخل بعمليه او بيدخل مع الفونكسيون دي سيرفو. فاذا بس هون بدخل بكلمه منهم، يعني بس اقول مثلا سيرفليت بحكي كلمه حد منه بحط اكليبر، بس احكي سيرفو بحط توسكيه ستوكاج دي انفورماسيون انفورماسيون سنسوريال موتريس فولونتير. كل شيء بيصير بحياتنا كيف حرك ايدي كيف كذا، هذه بالسيرفو انتيريور. يعني هون شو ما قلته هون ستوكاج دي توسكي انفورماسيون، سيرفلي بتذكر اكليبر، ايبيتالاميس بتذكر انه هرمون ميلاتونين هي بتعمل امر لحتى يفرز الهرمون ميلاتونين اللي هو بيدخل بالفونكسيون تبع الدماغ بشكل عام. بس قول تلاميس ايبوتلاميس، ايبوتلاميس بتذكر انه كل شيء اسمه سنساسيون ايموشنال او الفرح او البدكونيه، وهيدي هيدي بتذكر هالوحده هيدي. تلاميس بدي اتذكر انه بيدخل بفونكسيون للكونسيونس، عمليه الوعي والادراك المانتيان دي لا كونسيونس لحتى نوعى او نروح بغيبوبي او كذا. تلاميسي مسؤول عن الكونسيونس، بتذكر كلمة كونسيونس. بون بتذكر كنترول دي ريسبيراسيون، بتذكر البيل براشيديان بور توسكي ديغليتاسيون، يعني عملية البلع والسعلي وكذا كذا. الميزونسيفال بتذكر الكورديناسيون دي موفمون دي لاتيت اي دي زيو. خلصت، هاو هن علموهم هاو كم كلمة من كل وحدة اللي قلتهم هلا هن هاودي، رجعوا علموهم وشوفوه. نعم سؤال. هاي اساس دكتور، اي اساس شو؟ انه بدنا نحفظهم، انت بدها رح تجيب فري او فو، بركي جبت لنا رول غل الكلمه الحافظينه. لك هلا لرول بشكل عام قليل ما نسال، ولكن امرار بنسال. طيب اذا انا هلا درست سيستم نيرفي بفهم شو دور السيرفلي، بس بالدور السيرفلي انا عم اقول كلمه واحده اكيليبر. لاحظوا هؤلاء اللي بيمشوا على الطريق أمرار بيزتوا إجرون ذات يمين أو شمال، هؤلاء بيقوا عندهم مشكل أو نيفو دي سيرفيلي. فإذا ما عندهم إكليبر مش ضروري أنا عم بتعلم ما بفهم شوية فونكسيون، أنا عم بعطيك فونكسيون واحدة من كل شغلة، بس قول سيرفيلي ستوكاج دي توسكي انفورماسيون كي باس دون توت نوتر في كونسيونس. يعني الانفورماسيون ستوكاج دي كونسيونس انا عم اقول او نيفو دي زير بالسيرفو انتيريور هالبارتي نوار الكورتكس هي بتعمل كل شيء مر بحياتنا. مثلا انا عمري 5 سنين بتذكر شغله من عمر 5 سنين، طيب هيدي وين ستوكاج تبعها؟ هون ستوكاج او بيان توسكي سونساسيون كي باس اترافير دي لا في. اذا عم بكتب بايدي اليمين طيب تعلمت على الشمال وكتبتك 10 سنين بايد الشمال، صار هيدي مطبوعة موجودة هون كيف انا صرت اكتب بالشمال. طيب الجلاند بينيال تفرز هرمون مهم للسيستم نيرفي اسمه ميلاتونين. طيب تذكرت انه بالنهاية التلاميس ايبو تلاميس، وحدة تلاميس مسؤولة عن كل شيء فإذا اسمه كونسيونس، والإيبوتلاميس مسؤولة كمان عن توسكيه بار إكزومبل
الريتم تبع التمبيراتير الكومبورتمون اليمونتير اكسترا كل شيء كومبورتمون هي بالايبو تلاميز تو سكي كونسيونس دون لي تلاميز تو سكي بون مسؤول عن ريسبيراسيون تو سكي ميزونسيفال هل الموفمون دي لا تيت اي دي زيي مثلا تو سكي بيل براشيديان هو مسؤول مثلا عن كل شيء اسمه ديجليتاسيون خلصت ها هيدي كم كلمه اخذت منه لحتى نتثقف اكثر ونكون استفادنا من هالشابتر هذا سؤال اخر دكتور عم بسمع ايه خلص اوكي احكي انت خلص نعتبر انه عندنا كاتر او سانك لوب كاتر لوب وهيدا اللي قلنا لكم اللوب انسولار شو ما بنعده معهم هذا بنحكي كفونكسيون منو لوب هذا بنحكي فونكسيون بيجمع بين عده لوب لبور اسيري ان بون فونكسيون او نيفو دي لا او نيفو دي سيرفو انتيريير يعني هذا جمع اللوب برينسيبال هني اربعه فقط نحفظ هول الاربعه اوكي هلا ايوه دكتور الانسيفال دي مال ابيتينير سوري والابيتينير اوكي ليش سميتها كوب ساجيتال وقت راح صوت ليش شو ليش سميتها كوب ساجيتال قلت انه ليش تيتر قلنا لانه كوب ساجيتال دي الانسيفال دي مال ابيتينير ليش سميتها طيب هلا إيه؟ اطلعوا ب ها لا ارجع لا هيدي ايه ايه ليش اسمها ساجيتال طيب ساجيتال تعلمنا بالانترودكسيون جنرال انه ستين كوب كوب ان اورغان او بيان لي كور اون دي بارتي دروات اي غوش ايغال صح مش هاد ديفينيسيون سي بون هلا هاي الكوب مثل ما ملاحظين في عنا الاميسفير هون قاطعة كيف موجود أنا الإيميسفير تبعي إذا قطعت الرأس من فوق بدي يطلع وحدة دروات وحدة قوش فإذا هذه ستين كوب ساجيتال لاحظوا السيرفيلي مقصوص اثنين لأن السيرفيلي اللي هو ورا مقصوص اثنين فإذا ستين كوب ساجيتال عرفنا كيف ميزنا كوب ساجيتال تقطع دروات قوش إي بارتي وضحت غيره ايه ميرسي هلا غير دكتور نعم شو في فرق بين الكوردون والهيدي والكورن كوردون اي كورن شو الفرق بيناتهم قلنا في بارتي بالكوردون اي كورن الكورن بيبقى فيه توسكيه كور تبع النيرون والكوردون بيبقى فيه الاكسون التجمعات تبع الأساس هي بالمطرح ما في الكوردينيرون يعني الكورن الكوردون هي البرولونجمون تبع النيرون هي مجموعة نيرون بارتي بلانش فإذا هي الكوردون والكورن هي البارتي نوار اللي فيها جسم الخلية يعني بمعنى الكوردي لسليل اللي هو الأساس والبرولونجمون هي اللي بتنقل المعلومة أو بتجيب تنقل بتدخل أو بتخرج يعني هي عبارة عن مثل عندي خزان ماي عم بيوزع بتويو داخلي تويو خارجي الخزان الأساسي وين هن الكور سيلولار اللي هن البارتي نوار وبارتي غريزة غيره مش الحال خلاص شو نسكر مرسي دكتور يلا مرسي لكم ان شاء الله خير اذا عندكم اسئله بترجعوا تسالوني شابتر كتير مهم هذا وطويل شوي ولكن قدرنا لخصنا قد ما فينا واعطينا النسيسير تبعه تقروا اذا عندكم اسئله كمان ترجعوا تسالوني يعطيكم العافيه
سؤال ناخد شي، نحنا بننسأل شي عن البوزيشن تاعيت مثلا البولب او الايبوتالاموس مثلا، اذا انفيريورس او سوبيريور او كيف جاي. لا مثل ما تعلمتون هاودي لايكول بالتفصيل. انتبهوا لي شوي، قلنا لي سيرفو ديونسيفال سيرفيلي ترون سيريبرال. سيرفو فهمنا انه في دير زمنسفير العاليين اللي فوق بتوصل للكور كالي اللي هي حولها بيبقى في فنتركيل او كمعلومات. وصلنا سيرفيلي قلنا موجود، ما حكينا عنه، حكينا انه في سيرفيلي ودوره الاساسي هو الكنترول للإكليبر. حكينا بالبارتي انفيريير اللي هي البيل براشيديان، البيل براشيديان بون ايميزونسيفال اللي هو ترانسيريبرال، وحكينا عن النص تلاميس ايبوتلاميس اي ايبيتلاميس اللي هي الجلاند بينيال اللي هي الاساس. هاو هني فقط كاستركتور ديستام نيرفي سنترال سوبيريير. لمول ايبينيير طبعا حكينا انه في عندنا 31 بير دينار هاو دي دورهم بهالفونكسيون. هون في عندنا 12 بير دينار كانوا بيخرجوا، كنا بالاول نعطي اسماء وغيره وغيره، كان معقد الكور اكثر بالاول، زغرناه ل 12 ساعه فاذا شلنا كل هالتعاليم هيدي. ولكن هذا بيتعلموه طلاب اللي بده يروح على الطب، بيرجعوا بيتعلموه بشكل واسع اكثر وبيشوفون وحده وحده هودي. صباح بعد في شيء؟ طيب اذا عندكم اسئله انا بتلقى اسئلتكم وبنجاوب عليها ان شاء الله.